فتح المجال الجوي المغلق أمام طائرة وسيط الأزمة النيجيرية رئيس جمهورية تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو هو اعتبار خاص لشخصه ولتشاد بصفة عامة. هذه الدولة الصديقة والجارة النيجر والتي عرفت الأسبوع الماضي انقلابا عسكريا أطاح برئيسها محمد بازوم أجبرت قادة الدول تجمع السيدياو بتكليف الرئيس التشادي ليصبح وسيطا في هذه الأزمة. ذهاب الوسيط إلى نيامي عاصمة جمهورية النيجر ومبادرة حيل لحل الأزمة والترحيب الذي هزي به يعطي مكانة خاصة للوساطة. اختيار الوسيط له دلالاته، فبحكم فاصل الجوار بين تشاد والنيجر هناك العمق البيولوجي الجغرافي والثقافي والإثني والديني الذي يربط الشعبين والقيادتين. هذا ناهيك عن شراكتهما في عدة تجمعات إقليمية كمجموعة الساحل الخمس ولجنة حوض بحيرة تشاد ولجنة حوض النيجر. عوامل كفيلة بنجاح المهمة المثقلة بخبرة الوسيط رئيس الجمهورية الذي يعرف طبيعة المنطقة بحكم العمل المشترك في إطار الأمن لمكافحة الإرهاب ونيابته لقيادة القوة العسكرية للتدخل بمالي فاتيم في العام 13 و2000. الظروف مواتية ويؤول عليها الكثيرون بأن يجد الوسيط حلا للتقارب بين الفرقاء في النيجر للعودة للنظام الدستوري.